هذا قرار يعني جاء في محله وقرار صائب، وكنا ننتظره يعني منذ مدة، لأن هذه كما قلت لك هذه 7 شهور والمساجد يعني مغلقة ولا تؤدى فيها يعني صلاة الجمعة. وبهذه المناسبة نهيب بجميع المواطنين والمواطنات من مرتفقي المساجد بالحرص يعني وتنفيذ التدابير الصحية التي فرضتها يعني السلطات الصحية حتى تمر الأمور بسلام إن شاء الله، منها التباعد، منها تعقيم اليدين، منها يعني الحرص كل واحد يجيب السجادة ديالو معاه، وأكياس بلاستيكية للأحذية. هذا كل ما يمكن يعني في ما نصيبه جميع المواطنين والمواطنات، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قرار ديال المساجد الحمد لله تقاسو الدولة إن شاء الله، وزارة الشؤون الإسلامية الحمد لله غدا غادي نصلي إن شاء الله صلاة الجمعة، والحمد لله على هذا الوباء بدا كيتخفض علينا شوية في هذا البلد الحبيب، والله ينصر سيدنا والله ينصر الناس المسؤولين على هذا البلد الحمد لله، اللهم تعالى ينصرهم ويزيدهم في الرأي الصالح لهذا البلد إن شاء الله. وغدا إن شاء الله غادي نصليه بإجاد الله تعالى وتبارك الجمعة، ونحترموا القانون اللي كاين في هذه البلاد إن شاء الله، نحترموا الواد سميتو التباعد الاجتماعي، واللي قالت لنا وزارة الأوقاف إن شاء الله خصنا إن شاء الله نلتزموا به الحمد لله. نسأل الله أن يكون إيجابي إن شاء الله تعالى، والنصيحة لنا جميعا هي أن تكونوا نعطيوا حق التباعد بيننا، تكون تلاحم بيننا إن شاء الله كإخوان كلنا، الواحد كل واحد يحسب نفسه كهو الآخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، يعني هذا يعني يدل على أن يكون بيننا يعني نفس كنفسي أنا نيت، يعني ما تبغيش هذا البلد تصوب أنت به أنت، وكذلك ما نقبل هذا يعني. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.